يسلم هذا التذكار وصورة التالية معي. مهرجان ديال تاكرا، نتمنى له التوفيق، نتمنى له أن يتوسع على الصعيد النطاق المغربي أو النطاق الوطني، ولما لا يكون على النطاق ديال الدولي. المهم ملاحظات الشمس إن شاء الله بحول الله نحاولوا نتصرفوها، وانتم تعاونوا معنا يعني شي موجه في المسافة القادمة إن شاء الله بحول الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. خالد بروين يقدم نفسه يعني أكثر ويعطي واحد نبذة مختصرة عن الحياة ديالو، ويعني الفن اللي كيبدع فيه هو فن الطبخ طبعا. تفضل سي خالد. السلام عليكم ورحمة الله. كنحيي الحضور الكريم العرائشي، وكنحيي جمعية باب بحار على هذا المجهود الجبار اللي بذلاته وعلى النجاح اللي لقاته المهرجان ديال تاكرا. بالنسبة لعبد ربه خالد بروين، كنزاول المهنة ديال الطبخ بالعاصمة البريطانية لندن منذ سنة 1983. درست فن الطبخ بلندن، شرفت على بزاف ديال المطاعم بالعاصمة البريطانية لندن. الآن كندير كمستشار مع بعض المقاطعات في لندن كمستشار في الطبخ، وسميتو الطبخ كان عندي هواية وامتهنتو كمهنة الآن. وراه عندي واحد الباج في الفيسبوك خالد بروين، فيها أطباق ديالي اللي بغى يدخل ويشوفهم مرحبا به. غادي نعطي الكلمة للأخ العربي قدامة اللي درس معايا وعلى اتصال مع بعضنا حتى في لندن. أولا تصفقوا إلى خالد بروين، راه بصراحة ما قال والو على نفسه وما قال والو على المسار المهني والاحترافي ديالو في فن الطبخ. غير باش تعرفوه سي خالد بروين، شرف مدينة العرائش بلندن. بغيتكم تصفقوا عليه بزاف، الله يجازيكم. سي محمد العربي تمام أو السعدي كما يحب البعض، تفضل. السلام عليكم. كان سبيك انجلش ولا نهضر معكم العربية؟ تكريزي. ما نطولش عليكم. الاخ خالد راه قال الشيء اللي كاين، والهدف من الشهاده ملي شاركتوا انتم معنا راكم انتم اللي رابحين، راك جيت الاول ولا الاخر راكم انتم اللي رابحين. حنا كولاد العرايش عندنا غير على العرايش، واللي طلبوا منا نجيو عندكم والله كان شرف كبير وتبارك الله عليكم. انا عرفتكم بنفسي، سعدي محمد العربي معروف قدامه كعريشي قح، شغال في الديار الانجليزيه مدير اعمال ديال الفنادق. عندي شهادة، I've got a degree in English، وشغال في أكبر اكسبيشن ديال أكبر معرض اللي كاين في أوروبا، كان أكسل سنتر، كانت تستعملوا معاهم حاجات كبار. بصراحة والله هذا الشيء اللي عملته ما عندناش تما، تما راكم فاجأتونا والطيب ديالكم ما شاء الله. وشكرا. برافو العريس، برافو لكل المشاركين. شكرا سي محمد العربي. المعايير اللي خدينا قسمناها لجوج ديال الاقسام. كاين القسم الاول اللي كيدخل في الذوق، وحتى الذوق قسمنا على الذوق والمكان ديال التاكرا، وحتى النوع ديال السمك اللي استعملناه اللي استعملوه المشاركين. اما بالنسبه لجماليه المكان هو اننا خدينا ديكور ديال المائده واللباس والجماليه المكان. ملي كنهضروا على الديكور كنا كنحاولوا اننا نبحثوا على كل ما هو عرائشي، كل ما هو عرائشي تقليدي. وانا انبهرت حتى بكوني انني عرائشي، حتى الاسماء ديال بعض الاسماك اللي تستعملت اليوم انا كنت كنجهلها. كنعرف الشرغو، كنعرف السردين، كنعرف هذا، ولكن كاين بعض المشاركين اللي فاجئوني بشي اسماء. اللي بغي نشير له على ان في نظري انا المتواضع ان كل المشاركين هم الفائزين، كيبقى غير مساله هناك من تفوق. حتى صباح حتى الجوج النهار القايله والصابرين معنا وبارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. راه ما كاينش شي فرق كبير والله العظيم. شكرا.
شكرا سي محمد العربي. غادي نعطي الكلمه للسي جلالي عنده غادي يحدثنا عن العلاقه ديال الجمعيه بلجنه التحكيم. تفضلي حبيبه. اذا قبل ما ندوزوا الكلمه للسي جلالي بالنسبه لخالد بن عون قال ذكر جماليه المكان جوج مرات، غير من اجل التوضيح كاينه جماليه المائده وجماليه المكان يعني المحيط بالمائده. هذا سي كان الانسان ديالي ما نحكمش والو، يعني عمليه معقده بزاف. حنا اللي كيهمنا كجمعيه وكاداره مهرجان وكاستراتيجيه اللي غنمشيو بها في هذا المهرجان هي اننا دائما كنحاولوا نشاركوا المشاركين معنا. مثلا سميتو سي برويان كان سبق له شارك معنا، سي العربي قدامه هزيناه من احد طاولات المشاركه، سي نعمان اغريب ملي اخترنا مثلا اننا نعطيو مثلا واحد نفس جديد او نخلقوا وجه جديد وتنشط، اخترنا واحد من ديك اللي كيشاركوا معنا. يعني اي حاجه كتكبر مع المهرجان هي من المشاركين والمشاركات اللي تم اختيار شخصيه عبد الرحمن الجباري اللي ما عقلش للتكريم وانما التفات. الشيخ عبد الرحمن الجباري يسمى بمدينة العرائش شيخ الزجاري وعنده قصيده جميله جدا على التاكرا. انا معكم واضح معكم واضح في الدروج، قال لي مشكله ما كايناش في الدار، غندوي له التليفون وغيلقي عليه قصيده ديال التاكرا. تبارك الله على السي جباري. خلينا نملك فوق راسي، انت فوسط قلوبنا. تبارك الله. اذا الفائز بالنسبه للديكور. اخ خليل في الحقيقه خصنا نقولوا احسن دوكو هو الاول عاد دخلوا للديكور. هذا غلط من الاحسن ماشي من لجنه التحكيم. فاللي هو العلن ضد بعد دخل الديكور عندي صوني غير كاخا خير. دوك هو الاول. الان كنعلن على الفائز باحسن دوك وفرع المنظمه المغربيه للانقاذ. المنظمة المغربية للإنقاذ والإغاثة، تبارك الله عليهم. إذا أحسن ذوق لهذه المنظمة. إلا كان معنا الممثل ديال المنظمة الأستاذة هي معنا رئيسة الجمع ودخلت كما قالت حجيبة بالدفوع بحال شي عرس ما شاء الله على جمعية المجد. فليتفضل السيد رئيس الجمعية السي عبد الكريم مربطي. الموقع شنو تحط عليه شي كل حاجه شفناهم تما، حنا ما كنعرفوش الاسم ديالو الصراحه، واخا حنا بلاد العرائش امل عن جد. فلهذا الديكور كيمشي لجمعيه المجد للتنميه والرياضه. فائزه بجماليه المكان والتقديم لمهرجان التاكرا 2018 يسلم الجائزه وتذكار لهذه السنه ديال 2018 سي خالد محمد الحراق عن جمعيه بالبحر. تصفيقتكم لسي محمد خالد الحراق.